الله يسعد اوقاتكم وين ما كنتوا، اتمنى تكونوا بخير وصحة وسعادة. حبايبي جبت لكم اليوم سيروم مفيد للبشرة كتير وبنسمع عنه كتير، هو سيروم الفيتامين سي او البرتقان او اليوسف افندي، كلها هاي من مشتقات الفيتامين سي. ان شاء الله ينال اعجابكم وان شاء الله تطبقوه وتقولوا لي فوائده شو استفدتوا منه. اول شيء يا غاليين رح بنحط حبه فيتامين سي، ندوبها بالمي بما يعادل فنجان من المي. وانا هون حضرت يا غاليين، لبين ما تدوب انا بدي اورجيكم، حضرت قشر اليوسف افندي، قشر اليوسف افندي غليته بعد ما جففته نوعا ما، تركته شي يومين ثلاثه لحتى هيك طلعت المي منه وحضرته. وهلا يا عزيزاتي غليته وحضرت، بدي اخذ منه خلاصه المي اللي فيه. اليوسف افندي او البرتقان في مواد مغذية جدا للبشرة، في نسبة فيتامين سي كتير كتير عالية، رح نستفيد من هاي الخاصية ونحطها ونستخدمها لبشرتنا، رح نحولها لزيت او نخلطها بزيت الليمون اللي انا كمان حضرته مسبقا بالبيت عندي. هلا رح طبق انا وانتو الماسك وان شاء الله ينال اعجابكم وتشوفوا فيه الخير يا رب. اول شي يا غاليين رح نعصر شوية ليمون، شوية ليمون نسبة صغيرة، اثنين يا حبيباتي رح ناخد شوي من مغلي قشر اليوسف افندي. هلا هيك صار مكونين هدول مع بعض، هدول مكونين طبيعيين جاهزين. نطمن هذه حبة الفيتامين شو صار فيها، بلشت تدوب. هلا يا غاليين بجيب مثل ما قلت لكم انا محضرة مسبقا زيت من قشر الليمون والبرتقان، عملته على ايدي بالبيت كمان لاضمن انه ما يكون في اي مواد برا او تجارية. بحط تقريبا 3-4 ملاعق صغيرة، وبحط سيد الموقف دائما 2 من زيت الزيتون. هلأ هيك تقريبا صار كويس. انا والله حابه اضيف كمان، رح اضيف اكثر مشان تكون الفائده اعلى. هيك يا حبايبي جهزناهم، هلا نضيف عليهم. هلا هيك صار عنا الفوائد بزيت الزيتون، فوائد من مغلي ورق مغلي قشر الكلمنتينا او اليوسفي، فيتامين سي جاهز من الصيدليه دوبته. هلا يا اعزائي رح نحطهم مع بعض ونخلطهم بطريقه صحيحه على اساس تجينا الصح. وهيك صار عندي انا تونر منعش مغذي صحي جدا جدا، بيجدد خلايا البشرة، بينشط النسج، بيساعد على تنشيط نمو البشرة او نمو الجلد خلينا نقول. بدي احاول هلا فضي منه بهاي البخاخة، نحطه ببخاخة. بخاخة بنحاول
نغطيها بخاخة طبعاً نضيفة معقمة مجهزة ومنستخدمها وقت الحاجة. هلأ هاي البخاخة يا حبايبي منحطها بالثلاجة ومنستخدمها يومياً، منبخ على الجلد تعطي هيك بطريقة ناعمة بتوزع، منبخها على جلد الوجه والإيدين، طيبة مريحة آمنة ما فيها أذى، موادها كلها مواد طبيعية. بتمنى تجربوها وتقولوا لي فوائدها، بس قبل الكل لازم نخضها بما أنه الزيت عن المي ممكن يفصل نوعا ما أو يصير فيه فراغ بيناتهم. هيك حبايبي طبقنا إن شاء الله أنا وياكم التونيك اللي بقشر البردقان والليمون وقشر اليوسفي، وحطينا يا حبايبي فيتامين سي. إن شاء الله بتستفيدوا، جربوا قولوا لي رأيكم، وما تنسوني من تعليقاتكم الحلوة من مشاركاتكم البناءة. بتمنى تشاركوا الفيديو يستفيدوا منه أكثر ناس ممكنة، وبتمنى ما تنسوني من تعليقاتكم، ودمتوا سالمين. معكم لينا من عالم لينا. فيتامين سي من أهم العناصر المبيضة للبشرة والتي تقشر بشكل ناعم وترمم خلايا الجلد، يزيل الكلف والتصبغات الجلدية المزعجة.